انضم إلينا مشاهدينا من العاصمة العراقية بغداد المستشار ضياء الوكيل خبير الجماعات المتشددة. سيد ضياء، أهلا وسهلا بك معنا. إذا تحرك سريع من قبل التحالف والعراق للقضاء على فلول داعش في شرق سوريا، ما رأيكم بهذا التحرك؟ مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة. في نقطة مهم مساحية يعني أرجو أن أوضحها، إن كانت صفحة المعارك والقتال قد حسمت الموقف عسكريا لصالح العراق وهزيمة تنظيم داعش، فذلك لا يعني نهاية الحرب. الحرب مفهوم أوسع وأشمل، وهو صراع إرادات قد يأخذ أشكال ووجوه ومحاور متعددة ومن ضمنها العمليات العسكرية، وهذا ما يجري حاليا. في نقطة أخرى ننتقل إليها، أن ظهور واختفاء ونشاط تنظيم داعش يعتمد على المتغيرات الميدانية والتطورات السياسية، وللأسف كلاهما في صالحه على الأراضي السورية. المتغيرات الميدانية ويستفاد من الفراغ السياسي والعسكري شرقي نهر الفرات باتجاه الحدود العراقية. إضافة إلى يعني التطورات السياسية، نحن نعلم أن سوريا هي شاشة المنطقة وفيها تصعيد وتوتر واحتمال انسحاب القوات الأمريكية، وهذا كله إضافة يعني إلى البيئة المتصدعة والتي أحيانا تبدو وكأنها موالية لتنظيم داعش وأحيانا خائفة من هذا التنظيم الإرهابي. هذه كلها عوامل تساهم وتساعد على تنظيم داعش على إعادة تنظيم صفوفه، وربما تشكل زوايا ميتة يعني يتسلل من خلالها يسد في ضواحي دمشق في منطقة اليرموك والقدم والحجر الأسود، وكذلك في يعني في أدلب وفي حماس وفي حمص وفي المناطق المحاذية للحدود العراقية، مما يستوجب يعني معالجة هذا الموقف. العمليات العسكرية أنا أرى أن البعد لهم. سيد ضياء، في ظل هذه المتغيرات اللي ذكرتها حضرتك الميدانية والسياسية، ما هو الخطر الذي سيشكله انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة في هذا الوقت؟ يعني إن كان يعني بدون ترتيبات تم الانسحاب بدون ترتيبات بالتأكيد تنظيم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم المستشار ضياء الوكيل خبير الجماعات المتشددة من بغداد. على العموم شكرا جزيلا لك.